يعش أبد الدهر بين الحفر فعجت في قلبي دماء الشباب. يعش أبد الدهر بين الحفر فعجت في قلبي دماء الشباب.
أبد الدهر بين الحفر فعجت في قلبي دماء الشباب. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر فعجت في قلبي دماء الشباب. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر فعجت في قلبي دماء الشباب. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر فعجت في قلبي دماء الشباب. وعد في الرياح ووقع المطر وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر. عن أيضا الزراعة الأفراس
تقع الأحواز إلى الجنوب الشرقي من العراق، وتشكل القسم الشمالي الشرقي من الوطن العربي، وتطل على رأس وشرق الخليج العربي وشط العرب من خلال حدودها الجنوبية، وتبدو على الخريطة وكأنها ظهر الخليج العربي مطلة عليه ومتصل طرفها غربا بالعراق. يحد الأحواز من الغرب محافظة البصرة وميسان العراقيتان، ومن الشرق والشمال جبال البختيارية التي هي جزء من سلسلة جبال زاجرس، والتي تعتبر الحاجز الجغرافي الطبيعي الذي يفصل بين الأحواز العربية وإيران فارس، ويجعل منهما منطقتين مختلفتين تماما في الخصائص الجيولوجية والطبوغرافية والحياتية. تقدر مساحة الأحواز ب 370 ألف كيلومتر مربع، ولكن الحكومة الإيرانية اقتطعت عام 1936 ميلادية، وتحت ستار إجراءات التنظيمات الإدارية الحديثة اقتطعت مساحات من أراضي الأحواز وضمتها إلى ولايات أخرى مجاورة بهدف تقليص مساحتها الجغرافية وتحطيم أواصر الوحدة بين أجزائها. ومن دراسة الظواهر الجغرافية للأحواز يتضح أن سطحها سهل منبسط متشابه في جميع أجزائه، تشقه عدة أنهار وتتخلل بعض أقسامه أهوار ومستنقعات. أما الأراضي البعيدة عن الأنهار فهي صحراوية قاحلة تغمر السباخ بعض أقسامها، وترتفع الأراضي فجأة من الشرق إلى ارتفاعات شاهقة في جبال البختيارية. وليس في الأحواز ما عدا ذلك مرتفعات سوى سلسلة من التلال طولها نحو 30 ميلا وارتفاعها نحو 300 قدم، تقع في مدينة الأحواز العاصمة ويشقها نهر كارون. لقد أثبتت التحريات الجيولوجية بعيدا عن الحقائق التاريخية والاجتماعية أن الطبيعة الجيولوجية لأراضي كل من الأحواز والسهل الرسوبي من العراق متماثلة، وأن أراضيهما تكونت في وقت واحد من ترسبات دجلة والفرات وكارون وتفرعاته، فأدى ذلك إلى ظهور الأراضي الحديثة على جانبي شط العرب الذي يتكون من ضفتين أحوازية وعراقية. لذلك فإن سهل الأحواز والسهل الجنوبي من العراق يشكلان امتدادا طبيعيا لبعضهما. وعلى ذكر الأنهار فإنها في الأحواز كثيرة ومتشعبة، وأهمها نهر كارون وهو أكبرها، وهو كذلك الوحيد بينها الصالح للملاحة. ينبع من جبال البختيارية ويصب في شط العرب، حيث تقع مدينة المحمرة، كما تقع مدينة الأحواز في وسطه، ويبلغ طوله زهاء 1300 كيلومتر. وأهم روافده نهر الدز ونهر الميناو، ويعد أحد روافد كارون المهمة في شرقي مدينة الأحواز. ومنها نهر الكرخة، وينبع من جبال بشتكوى ويصب في هور الحويزة، ونهر الجراحي وهو نهر كبير يصب في هور الفلاحية ويبعد عن الأهوار بثمانية وثلاثين كيلومترا. ومدن الأحواز كثيرة متناثرة على الأنهر والسواحل الأحوازية، من أهمها مدينة الأحواز وهي العاصمة، ومدينة المحمرة وعبادان والحويزة وتستر والسوس والقنيطرة والفلاحية والخفاجية ومير عبد الله والبسيتين والصالحية والحميدية والعميدية والخزعلية وميناء خورموسة والخلفية وميناء معشور وعسكر مكرم ورأس البحر ومدن عسلو وأبو شهر وجرون وميناء لنجة وجزيرة جسم وغيرها كثير كثير. وقد عملت الدولة الفارسية على محو كثير من آثارها وتسميتها بغير أسمائها العربية، ونجحت في ذلك إلى حد ما. حاليا تقع الأحواز ضمن جغرافية إيران السياسية بحكم الاحتلال الذي أطاح بآخر حكام الأحواز الأمير خزعل بن جابر الكعبي عام 1925 للميلاد، فسيطرت الدولة الفارسية على دولة الأحواز خلفا للاحتلال الإنجليزي. ومنذ ذلك الحين لا يزال الأحوازيون شعبا مستبعدا من دائرة اهتمام السلطة الإيرانية المحتلة، بل وعرضة للقمع والحرمان من أبسط حقوقهم، رغم كل شعارات الملال والساسة الإيرانيين منذ عهد الشاه وحتى بعد قيام ثورة الخميني عام 1979 للميلاد وإلى يومنا هذا. وعلى رغم المحاولات المتعددة والجادة والمتنوعة من أبناء الأحواز للثورة والانتفاضة على هذا الوضع الذي يرونه احتلالا كامل الأركان، إلا أنهم لم ينجحوا حتى الآن حتى في الحصول على دعم دولي أو عربي واضح ومعلن لقضيتهم عدا بعض الدعم الإعلامي الشعبي. الأحواز هي عماد الاقتصاد الإيراني لأنها مركز ثروته النفطية ومصنع إنتاجه الصناعي والزراعي
وثروة الأحواز النفطية والزراعية والبحرية والمائية يشكل 85% من ثروة إيران في أقل التقديرات الإحصائية، لكن قوميته العربية تقف حاجزا منيعا ضد اطمئنان السلطة الإيرانية على وضع الإقليم العام، حيث ظلت عروبة الأحواز أعظم ذنب وأكبر تهديد في حسابات القيادة الإيرانية، لذا يعاقبون ويحرمون ويقمعون. سكان الأحواز كما أسلفنا عرب، ويزيد تعدادهم عن 12 مليون نسمة، منهم السنة ومنهم الشيعة، وهم متعايشون كالحال في العراق قبل الاحتلال الأمريكي الإيراني، وكما هو الحال في لبنان قبل أن يقفز حزب الله إلى حجرة التحكم في مصيره. ولكن يد الدولة الإيرانية الفارسية في الأحواز لا تستهدف بالدرجة الأولى الطائفية إلى الآن، ولا تلعب بها كورقة رابحة هناك في الداخل الأحوازي والإيراني عموما. القضية الكبيرة هي القومية. قناعة السلطة الفارسية المحتلة بأهمية طمس الهوية العربية في الأحواز كضرورة ملحة لاستقرار الدولة، يجعلها لا تتوانى عن التضييق على أبناء المنطقة بدفعهم للهجرة من خلال ترويعهم بعمليات الإعدام العلنية بلا محاكمات والاعتقالات، وقهرهم بقطع الرواتب والأجور وحرمانهم من التوظيف، وإذلالهم بمنعهم من لغتهم الأم، ومنعهم من استخدام أراضيهم للزراعة ومياههم للري، وهلم جرى من الانتهاكات والتعنتات. شعب الأحواز كان سباقا في محاولات مستمرة للثورة على أوضاعهم، ولكن كل محاولاتهم لم تفلح بسبب ضعف الحضور الإعلامي وسيطرة الحرس الثوري الكاملة على الإقليم. يبذل رموز الأحواز جهودا كبيرة للترويج لقضيتهم في الدول العربية والمجتمع الدولي، وهم مستمرون في ذلك، ولا مناص للعرب من تناول قضية الأحواز على الأقل من الناحية الإنسانية والاعتراف بحقها المسلوب وطرح ملفها كمنطقة عربية مأزومة. إن لم يتناول العرب ملف الأحواز رغبة وواجبا وإنسانية، فسوف يتناولونه اضطرارا. Thank you.
I'm
السياسية المؤسسات الحكومية ليس شرط الله في الدول العربية، لأن الحكومة العربية بشكل عام تتواصل مع هؤلاء من أجل إعانتهم على المهام التي يقومون بها في الداخل في الأحواسين. الطرق وإذا ما كان مثل أي طريق يوصل إلى مثل هؤلاء. Thank you.
استطيع ان اسال على سياق الدعوه في الحلقه هذا استشكر منك. كان معنا مشاهدي الكرام سائق اعطى الاخوات الاخرى فرصه الافراز في حقوق الانسان بان يدفعوا الى طريقه تنميه بيئه القضيه الاجتماعيه في الاخوات. طبعا اؤكد مهما كان هناك من اعمال سياسيه اعمال مثلا شكرا لكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.